السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما بقاش نقول لكم السلام عليكم، حيت بزاف ديال البنات كيقولوا لي كتخلعينا. المهم لاباس عليكم البنات، وحشتكم بزاف 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 بزاف. كي درتو بعدا كنبغي نشكركم بزاف بزاف على الفيديو اللي قبل عتي، والله الا فريمون وسيتوني، و مش حام بنت مسكينه كتبت لي القصه ديالها، شنو عندها المشاكل اللي عندها، وهذا فريمون كتولي تبان لك انت بان انت راه داكشي اللي عندك راه والو. شحال وحده كتقول لي انا في الغربه وراجلي ما كاينش معايا وما عنديش عائلتي هنا وغي انا وولادي. فريمون بنات اللي ساكنين زعما في الغربه، الله يشوف من حالكم والله يجمع الشمل بينكم وبين عائلاتكم، راه باز ليكم، راه صعيب 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 بصح صعيب. ما نكذبش عليكم، داك النهار مشيت دغيا عند دارنا، ما شبعتش منهم دغيا، خطفت رجعت لغد ليه بنتي ما صبحاتش، صبحات مسافره. ونزيدكم حتى الجو ديال رمضان كان في شكال، عنده واحد لومبيونس ديالو، الخمسه كتنوضي تبدي توجدي الشهيوات، مع ديك اللمه ديال الطبله دابا افتقدناها. حتى هذا يمكن عتي داك النهار، نهار ثاني عيد البنات، مشكيت عليكم داز عندي كحل، كنت ماشي هي هذيك، ديري ليها كنطقطق باغا غير نبكي مع الصباح وداكشي. الحمد لله كلشي داز، ودابا النشاط، دابا من النشاط راكم عارفين. المهم اليوم مع فيديو جديد معايا في الدار، روتين ديالي مع ملاك. اليوم غير انا وملاك في الدار، احمد كيخرج للخدمه دونك كيقيل معاه كامل تما، كنجلس غير انا وملاك، ملي كتشوفوا الطبله باقا معونه. المهم فطرات ملاك، فطرت انا، دابا غنوض نوجد ليها شي حاجه هكا للغدا. كنوجد ليها الاغلبيه الخضر، يعني ديما يا اما قرعه خضراء صوتي مع مع الملحه والكمون، اولا كندير لها بطيطه وخيزو مع الفرماج، اولا المهم كل نهار ورزقو نعطيها تاكل. وهانتوما معايا البنات اللي كيقولوا لي اسماء واقيله حامله، واش من حامله؟ كاين الحماله لا والو البنات، ما حامله ما حتى شي حاجه، باش ما نكذبش عليكم ما كاينش الحماله. وانا زعما الصراحه كنقول الله يجعل البركه، جوج بنيات الحمد لله، الله يجعل البركه، الله يخلف، الله يعطي البنات اللي مساكن كيسينوا الوليدات، الله يسهل عليهم، والله يشوف من حالهم، والله يفرح كل وحده باغا تحس بهذاك الاحساس ديال كريشتها فيها وليد ولا بنيته، الله يسهل عليكم. اما انا الله يجعل البركه، الولاد راهم مسؤوليه وما ساهلينش، ومصاريف وبزاف د الحوايج، والصحه كتعياي. راه ماما كانت كتقول لينا ما كيكبر الشباب حتى كيهد الشباب، يعني ما كتكبري ولادك يرجعوا كبار حتى انتيا كتكوني ساليتي، وبصح. المهم دوزوا معايا النهار كالعاده، حوايج على الطبيعه ديالهم عاديه. البنات اللي باغيين يعرفوا لي باك، صعب 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 بزاف عتي فريمون، قنطوني وهاد لاباس اللي ما دارش ليا الفوق والتحت في دقه، حيت فريمون كنحس بهذا غير محطوط، يعني فاش كندير بحال هكا يعني قاش شي حاجه كنحس به غير محطوط. وضعني ما تشوفوا فمي منفوخ عاوتاني، ايوا واش غديروا اللي بغى الزين السبب قريص الودنين، ولا ما عرفتش كيقولوا لها، المهم تقيب الودنين ديوش عليا. حطيت الملوكه كتاكل البنات، وغندخل ندوش ليها، ما عرفاش كتاكل بوحدها كترد ليا الدنيا خانزه. المهم البنات من بعد ما دوشت ليها ضروري خصني نشف ليها شعرها غير شي شويه باش هكا ما يبقاش ليها بارد، يشد عليها البروده. دابا راه خصها دير ناس دير لها سياستا. اش كديري؟ وضروري البلاصه اللي كلات فيها ملاك ضروري كندوز لها واحد شويه ديال ساني كروا وجافيل باش كتبقى الريحه من بعد الغدا نقيه،
وهكا باش الواحد عاوتاني كيهبس الروتين ديالو يبقى غير جالس. هاد البليصه البنات غندير فيها ان شاء الله شي كانابي، اما هكا خاويه كل ساعه كنوض نجففها قلت ما يدار. ودابا فالسريت خص مالك البيبرون ديالها باش تنعس، كندير الحليب وكندير 5 ديال المعلقات ديال هاد السيريلا كادو وكنعطيهم ليها حيت دابا تقريبا شي ساعه وزياده باش تغدات باش دير لاسيست. المهم بنات من بعد ما نعسات مالك وتا انا دخلت طبعا في حالتي وبدلت حويجاتي، اصلا يلا البارح دوشت في الليل دونك غير بدلت حالتي داكشي ولقيتني دابا شعلت التلفازه باش غندير شهيد. انا عاد كنتبع دوك المسلسلات ديال رمضان داك رحيم وداكشي عاد نبدا نتبعهم ما تفرجتش فيهم كاع. فقط البنات وكتجلس كتلعب هنا في بيتها هي وسلومة، سلومة بقات بلاصتها بزاف مولفة كتلعب معاها. والبنات انا باقا كنلبس بنتي باربوتيز علاش حيت بالاخص في الليل، وبالنسبة بحال هكا فاش كندوش ليها ضروري ضروري نلبس ليها باربوتيز. شنو مالك؟ انا ها هو نونو ديالي انا ونونو ديالك واو نونو ديالي ونونو ديالك لا مالك لا لا ماما لا 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 ماما لا لا ماما لا لا مالك لا لا حيدي يلا نسدو. لا لا ماما لا لا ماما لا لا نسدوها. عندك سبعك ماما عندك لا ما نحلوهاش ما نحلوهاش لا تاع هذاك ما نحلوش تاع هذاك ما نحلوش مالك لا تهزي الخفق وما تكفحي ليا كتختار. لا مالك لا 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 مالك لا لا مالك لا مالك لا 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 مالك لا مالك لا لا مالك. شوفوا الناس هاد اللقطه مشات ليا، شوفوا هاد اللقطه شنو كدير كتهز الفرماج وكتلوحوا ليا هنايا في اوني ديال الموان. شوفوا على حاله هداي مالك لا لا حبيبه لا ملوك لا 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 مالك لا. المهم بنات حاولت صورت لكم واحد المقتطفات من النهار ديالي. الام شحال مره كتقول لا 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 ممكن شي 100 مره ولا كثار كثار في النهار كثار اي مشات عاوتاني شي بلاصه. المهم دابا بغيت حدا وليداتكم ضروري البنات تحضروا وليداتكم حضوهم ما عندكم ما ديروا وليداتكم ضروري غتحضروهم باش ما تطرى لهم حتى شي حاجه باذن الله. وهما ملائكتهم حاضينهم ولكن ردوا البال من البيبان ردوا البال من الجاج ردوا البال من بزاف ديال الحوايج ياك مالك
شوفوا البنات طلعت من البالكون كيبان ليا شي دراري كيلعبوا ما عرف مين جابوا مسكين واحد الحمار ها هو شتي مسكين الصباح ما كيسلخوا فيه ما فهمتش انا والله ما فهمت ما فهمتش حتى الحمار ما قالوا هاد كيعصبوني انا هاد الدراري باش نجيك الصراحه ودابا هادو ما تلقاهم ساكنين هنا هادو ما تلقاهم ساكنين لهيه غا جايين كيلعبوا هنا هانت كيسلخ فيه مسكين هانت الحمار مسكين خاف المهم بنات وقت كاسكروت مشيت شريت واحد الملويه قد الرويضه ديال التران غنطحن هذا دابا دابا وجدت لي واحد الكويس ديال القهيوه هذا ماشي كاس هذا غراف وجدت لي عتي غزاله قهيوه نشهيتكم فيها ايوا كنعطى الملوكه كتاكل حتى هي نبغيش الملوي مالك ها نم نم ها ما باقي عندك في ليدا هاكي يا تسكملي هذا تسكملي هذا ايوا هذا هو النهار ديالي كما كتشوفوا ها البنات كيبقاو يقولوا لي اسماء اش ما كتحطيش الطباصل داكشي متول اش نبقى نكتب عليا في المواعن نبقى نكتب عليا في الطباصل واش الناس ما عندهمش الطباصل نبدا ندير لهم انا فيديو فيه الطباصل ما كل واحد عنده المخير اللي ما عندوش والو 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 كاع كتبقى عنده الطباصل ديال الطوس والكيسان حنا نيت مع معزيزينش علينا المواعن لا ماما ما تلوحيش الار ديالنا سيقت حرام عليك مالك انا كما كنقول لكم انا الا فطرت بالخبز واتاي الزيت البلديه غنصور لكم انني كنفطر بالخبز واتاي والزيت البلديه الا ما كانش الزيت البلديه نقدر نصور لكم كنفطر بالخبز حرفي واتاي ما عنديش مشكل ما يمكنش انا غنمشي ناخذ الكيوي والفريز ونجي ونبين لكم كنفطر بالكيوي والفريز كون كنت انا بصح كنفطر بهم نقدر نديرو لكم علاش لا ولكن انا باش نمشي نتكلف ونجيب وندير زعما انا المهم انا القناه ديالي ديما تنقولها لكم القناه ديالي ماشي قناه اللي فيها البروتوكول والعياقه وداك الشيء كاينين قنوات اللي فيهم هذاك الشيء انا القناه ديالي ديال الدراويج ديال الناس البساط الناس المتواضعين الناس العاديين اماما هذا الشيء اللي عطى الله اللي عجبته تفرج فيا واللي ما عجبتوش اتفرج فيا وكنخرج بحال دابا كنخرج شويه للبالكون مع ملوكه كنقنط كنقنط والله الا كنقنط البنات ما كنقدرش على الدار ما عرفتش علاش حيت ما كنخرجش النهار كامل وانا في الدار شوفوا ملوكه دادا دادا ما كايناش دادا دادا هي سلمى ما كايناش سلومه خلات بلاصتها ديك هدي سلمى عصايا سلمى لا سلمى عندك اختك سلمى هذيك هذيك عنده واحد الحلاوه سميته واحد الوحش ديال الام خاصه داك كيكون ديال الام غير يحسوا بيا الامهات واخا زعما راها غتجي قريبه غتجي غتجي نهار الاربعاء ولا الخميس ان شاء الله يجي المهم البنات كيصورني احمد تعشينا وزيت كنشرب الحليب بارد مع السيره كيحمقني وصافي البنات هذا هو النهار ديالي هادو هما الاجواء ديالي كنبغيكم بزاف مع فيديو جاي ان شاء الله ما تنسوش لي لايك الناس اللي اول مره كيشوفوني ضروري ضروري ديروا ابوني علاش باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالي كنبغيكم بزاف باي باي